نظمت جمعية لعبة الضمة بالمحمدية دوري إقليمي بدار الثقافة بالمدينة، وذلك بالموازاة مع الأيام التواصلية التي تنظمها اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة المحمدية من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري 2013. في هذه الجمعية ديالنا اللي درنا في المحمدية بغينا نحاول نخرجوا الضمة من ذاك داكشي اللي كانت معروفة عليه، تتلعب غير مع المتقاعدين في الجردة في الدرب في الجوطية. بغينا نخرجوها ونعطيها قيمة، واحد القيمة عالمية كما عطيناها الناس قيمة في دول أوروبية، مثلا البرتغال اللي كنا مشينا زرناهم وجاو عندنا باش نعطيو قيمة للضمة، ما تبقاش مثلا تتلعب غير في الدرب. الدوري وفي بادرة شجاعة عرف مشاركة عدد كبير من ممارسي لعبة الضمة في الأحياء الشعبية بالمحمدية، وخاصة من يتعدى سنهم 50 سنة. الطارية وشعيب. إذن لمين ديال الضيامة كيفاش هذه الفكرة هذه اللي قامت بها الجمعية ديال الضمة بالمحمدية؟ وسيدي كنشكروا هاد الرياضيين اللي كيشتا يشاركوا في هذا، وكنشكروا السي عبد السلام هو اللي كيمنظم القضية. وكنعطيوها بغينا نعطيوها قيمتها هي باش تعود مشهورة شوية. شنو اللي كتمثل لك ضمة؟ اش كتعتبرها؟ واش فن، رياضة، لعبة؟ كتسمى فن ورياضة، رياضة وكتسمى فكرة ورياضة. لا، المحمدية هي اللي الرقم واحد، هي الرقم واحد في هذه الرياضة ديال الضمة. سيدي كنشكرهم وكنأيدهم وكنعطيهم وتكون استمرارية بحال المسائل إن شاء الله. سلف فيها الشباب والناس الكبار في السن. يعني كتشوف المستقبل للضمة في المحمدية وفي المغرب؟ في المحمدية بالخصوص كاين واحد الصدى ما بيهش. فكرة طيبة مزيانة، وكنشكر هاد الناس اللي وقفوا في هاد الشيء، وخصها تستمر، وخصنا الشباب والرياضة حتى هي توقف في هاد الجهات المسؤولة، المجلس البلدي والعمالة، أنا ما يخصوا واحد الفضاءات تماما هاد الشيء اللي كاين، وحتى النقل ديال التلفزيون حتى هو راه تيساهم في هاد القضية. حنا كنا في أيام الاستعمار كنا نجوا يوم فرنسا، كنا نجوا نبركوا حدا الناس الشداد، وحنا يلاه دراري عندنا 13 14 عام وكنستافدوا. اذا باختصار، لعبه الضمه كيفاش دخلت المحمديه؟ الا كانت عندك فكره. واحد زمان قديم، حنا ما عاقلينش على هذا العصر هذا، الناس حتى الناس الكبار ما يعقلوش على هذا الشيء، قرون سابقه. اذا انت جئتوا بها؟ انا قلت لك كانت هذه الضمه في ايام هارون الرشيد، كانوا كيلعبوها. هارون الرشيد كان كيلعب هذه الضمه لانه كتساعدوا على الافكار وعلى الحكم، لان اللي كيلعب ضمه كيفكر مزيان عادي يلعب، وهذا هو اللي عندي. ها صافي، ها راه كيصوروا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. يعني فرحان بهذه الجمعيه اللي هنا. انا مهاجر في الخارج وجيت ولقيت، سكنت هنا في المحمديه ولقيت هذه المبادره ديال هذه الرياضه الفكريه والرياضه اللي تعطي للشباب الصاعد باش يتعلم من هاد الناس الكبار الشيوخ اللي مارسوا هذه المهنه، هذه في مهنه عظيمه عندها واحد المستقبل كبير في الخارج. وبالمناسبة قال في تصريح لميديا سبور السيد ميلود سمين رئيس جمعية لعبة الضمة بالمحمدية، في إطار الأيام التواصلية اللي نظمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة ساكنة عمالة المحمدية، درنا معهم واحد الشراكة من أجل تنظيم هذا الدوري لفائدة الأشخاص المهتمين باللعبة. ولكن بطبيعة الحال على هو دوري إقليمي على صعيد مدينة المحمدية، ولكن من الشروط ديالو أنه توجه للفئات السنية 50 سنة فما فوق. لماذا بالضبط اختاريتوا هذا السن هذا؟ أولا مجموعة العوامل اللي كتدخل في هذا الاختيار. أولا هو أن هذه الفئة العمرية ما كتوجهش لها تقريبا حتى شي نشاط، يعني نادرا ما كنلقى واحد النشاط موجه لهذه الفئه العمريه، زياده على ان مدينه المحمديه مشهوره وجد مشهوره بتعاطي هذه الرياضه الذهنيه اللي اصبحت لعبه اولمبيه. نعم ميلود. يعني كيف شفتي الاجواء اليوم هنا في دار الثقافه والموضوع هو ضمه؟ الشيء كيشجع بزاف. انا عاصرت الناس القدام، انا كنت كنهرب من المدرسه بالخطط وكنمشي كنتفرج في
هادشي في الستينات كان العمارة مسكين الله يرحمه راه من المشهورين واللي كان مشهور هنايا، وكان واحد اليهودي وكان داك تري اش كيقولوا واحد سيكليس والزيتوني هادو كاع كانوا من عبر. وكان نخال واحد يقول لي نخال معروفين، وكانوا الناس كيجوا من هذيك الساعه كانت مزدهرة لعبة الدامة في المحمدية كانت مزدهرة. والأجواء كانت حماسية، المشاركين يعني كانوا يعني كانوا مزيانين، واللعبة راه بدات كتاخذ داك الانطباع الزوين في المجتمع المغربي ديالنا، رغم ان تاخذ المسار ديالها الحقيقي. كذلك بدات كتاخذ المسار الحقيقي ديالها. اللعبه كانت بحال قلتي كانت فوضويه، فهمتيني؟ اي واحد يعني عشوائيه، لا من ناحيه تنظيميه لا من ناحيه سميتو يعني التنظيميه. كانت يعني محتكره على واحد الفئه عمريه، يعني الناس اللي كبار اللي كيشدوا لا روطريط هما اللي يعني هما اللي معروفين كيلعبوا دامه، وهما اللي ما كيقولوا راه ما كيلقاو ما يدار وكيبداو يلعبوا دامه، رغم ان يعني دامه كتقرب يعني ف ف ف ف ف سميتو في الجو ديالها كتقرب للشطرنج، فهمتي؟ اللي كتنمي الافكار، كتنمي يعني حتى الراحه النفسيه ديال الانسان كيلقى راحته في دامه. وكما لا يخفى على احد فان هذه اللعبه لها شعبيه، وانا من اللاعبين القدامى المعروفين في المحمديه نظرا اللاعبين ديال دامه بالمحمديه في جميع الاحياء المحمديه تقريبا مجتمعين اليوم في هذا في اطار الجمعيه ديال دامه. كي جاتكم هذه الفكره؟ هذه فكره مشكوره ونحبذها، ويجب العنايه بهذه اللعبه التي تشكو مع الأسف بإمكانيات ولا بد من المسؤولين المحليين وخاصة سواء المجلس أو بالدعم ديالها المعنوي وتخصيص فضاءات خاصة بها.